تواصل وزارة الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخليه خلال 24 ساعه من ضبط 439 قضيه تموينيه بمضبوطات بلغت قرابه 139 طن مواد غذائيه وغير غذائيه وتم ضبط ضبط قرابه 54 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه اما في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وغير الغذائيه فقد تم ضبط اكثر من ثبع من 78 طنا كما تم ضبط 709 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 113 قضيه قضيه خبز ناقص الوزن و99 وتسع قضيه خبز غير مطابق للمواصفات.